دائما معك بعض في كل شيء، لكن اتمنى الان هم يختلفون. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. طيب هل انت مع المقوله هذه او ضد؟ اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب ضد. ضد. كم من واحد يصادفني يوميا ودي فرقه وواحد ما انا قابله الا في العيد ومحبته جد، يعني ما هي. انا اظن ان محمد ضد او ما. لا لا بعيد ما لا بقوه بعد. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. انت مع الشيء هذا؟ لا انت في صفي يعني. اي لا شوف يعني ابو سالم قال ممكن بعضهم اشوفه ودي فرقه، لكن انا اتوقع نفس المعنى المثل هذا ما ينطبق على الشخص اللي انت ما تحبه او انك تبي تشوفه. بالعكس اللي يقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب معناه هو اذا كان في قلبك معناه انه هو اذا بعد عن عينك يعني معناه الشخص هذا تحبه انت. فاذا هو بعد مثل انا المثل هذا ينطبق على حقين السوشيال ميديا. اذا بعدت عن الناس ما رحت ما حد خلاص يعني جاء واحد يغطى عليك. طيب اذا بعيد مسافه طيب بينك وبينه مثلا الله يرحم والديك بشرح لك. يرحم والديك. واحد انا في لندن وانت في تثليث. طيب. ولا في جاش ليه حطيت تثليث؟ خلاص يعني لازم اجي قدامك عشان تعزمني تغنيني؟ بس يا اخوي هذا يقول بعيد عن عين بعيد عن القلب. انا ودي اشوفك كل ساعه يا اخوي. طيب هذا المعنى اسمعني. إيه؟ بس المعنى ترى اللي بعيد خلاص. لو بعدت عني ما عاد شفتك. طيب مسجون. شوف هو اعلامي متخرج بيتفلسف علي انا سمعت ولا ما تحبه ولا ما يدخل قال يطلع في راسه هذا الكلام لو انا مواجهني كل يوم ما يواجهونك ابو سالم مدني يوم ايش دعوه يعني كنا مدني. طيب مشاري انت مع ولا ضد؟ لا والله مع ولا والله ضد. اجل عطنا اللي في خاطرك سواء قصيده ولا شله ولا انا بقول بس ان احيانا انا ادخل مثلا المول وشغلة به بعيدة عن عيني، لكن يوم شفتها عجبتني وصارت قريبة من عيني وقريبة من قلبي وخذيتها. فهذه تنطبق عليها اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. لا انا ضد الشيء. هي بتنطبق عليها. حلو. وفي الجهة الثانية مثلا الأم لو صار ولدها بعيدا عنها ولا شيء. هو بعيد عن عينها لكن مو بعيدا عن قلبها، فهي تجي كذا وتجي كذا. يا سلام. هذا انا يعني قلت اني بجمع بينهم يعني. طيب مطوع ذا ما تبلش. طيب ما عندك شيء تعطينا اياه يا ابو عن البعد؟ ولا تبتعد ابو عمر. طيب ابشر لا تبتعد.